اوكي، التمرين الثاني NorthWind Exercise 2. طبعا اول كم سؤال مجرد مراجعه على الدروس والتمارين. Display first name of all employees. Select first name from employees. تعطينا كل الاسامي مالت الموظفين، 9 عندنا. السؤال الثاني Display last name of all employees. اذا راح نبدل هذه الى last name، نسوي run، يطلعونا last names مالت الموظفين. طيب السؤال الثالث display first name and last name. الآن يبي عمودين، راح نقول له first name فاصلة last name، راح يطلع لي عمود first name وعمود last name. بعدين display all columns، قلنا اما اني اكتبهم كتابة او نستخدم الشورت كات اللي هي shift ورقم 8 علامة الضرب. بالطريقة هذه راح تعرض لنا كل الأعمدة اللي موجودة بالجدول مثل ما انتم شايفين هنا، كل البيانات والأعمدة تطلع. السؤال الخامس Display cities of all employees without repeating. إذا نبي بس عمود السيتي، طبعا السؤال مكتوبة cities لأنه مجموع مدينة، بس احنا العمود اللي فيه المدن اسمه city. والآن لأنه قال without repeating معناته لازم نحط قبلها كلمة distinct بالطريقة هذه، يعني من غير تكرار. سوي run، طلع لي 5 مدن فقط. السؤال السادس first name last name and salary of all employees. إذا نبي first name last name salary of all employees. بعدين قال لي رتب sort هذه the results by salary from highest to lowest، يعني يبي من الكبير للصغير. إذا راح نقول له هني السورت طبعا راح يكون شنو order by salary، بس لأنه قال من كبير للصغير لازم نحطها هذه descending. الطريقة هذه راح يرتب البيانات من أكبر راتب إلى أصغر راتب حق الموظفين كلهم. طيب سؤال رقم 7 first name last name of salary of all employees sort the results by salary from lowest to highest. الآن من صغير لكبير، أما أني أشيل الكلمة هذه descending وسوي run، أو أكتب ASC اللي هي نفس الشيء ترتيب تصاعدي، وما راح يتغير علينا الأوتبوت من أصغر راتب إلى أعلى راتب. سؤال 8 first name last name and salary of only the employee with the lowest salary. اوكي اذن هني نبي فقط الموظف اللي عنده اقل راتب. فالحين نقول له first name last name salary الترتيب تصاعدي عشان يكون اقل راتب فوق، ونضيف كلمة limit 1. بالطريقة هذه يطلع لنا فقط موظف واحد اللي هو ستيفن صاحب اقل راتب. رقم 9 Display first name last name salary only the employee with the highest salary. الحين أعلى راتب معناته أنا أغير الترتيب من كبير لصغير، يطلع لي فقط الموظف اللي عنده أعلى راتب اللي هي جانت، وهني أعلى راتب اللي هو 3119. هذا رقم 9. رقم 10 Display first name last name and city of only the employees living in Seattle. الحين بدأ يتغير الوضع، first name last name ما نبي السالري. display رقم 10 first name last name and city. اوكي فاصلة city عشان نشوف النتيجة. of only the employees living in Seattle. Seattle هي المدينة. فالآن اللي نبي نقول له where city تساوي، نحط علامة تنصيص لأنه راح نكتب نص، ما نستخدم single quotation أو double quotation، لكن اللي نستخدمها البداية لازم ننتهي فيها بالنهاية. والآن راح يطلع لي فقط هذين الاثنين نانسي ولورا اللي موجودين في المدينة اللي اسمها سياتل. رقم 11 first name last name and salary of only the employees with salaries greater than 2500. الآن يبي اللي رواتبهم أعلى من 2500. إذن الوير راح تتغير على العمود اللي اسمه salary
ونحط علامة أكبر من 2500. الطريقة هذه يطلعون لي طلعوا لهم اثنين فقط على العموم. بعدين رقم 12 display first name last name city and salary. هي دي city بعد راح نحط city and salary of only the employees with salaries less than 2500 and living in London. الآن صار عندي شرطين، أول شيء less than 2500 بنفس الوقت يقول لي and living in London، يعني نفس الموظفين هذي أبي اللي رواتبهم أقل من 2500 وبنفس الوقت موجودين بلندن. إذن الرابط بين الشرطين لازم يكون شنو؟ and city يساوي لندن. الطريقة هذه يطلع لي بس الموظفين اللي موجودين بلندن ورواتبهم أقل من 2500. أوكي، الآن رقم 13 display first name last name city and salary of employees living in Seattle or. إذن الرابط شنو الحين؟ or الموظفين، يعني مجموعتين من الموظفين، السيتي لازم تكون سياتل أو رواتبهم أقل من 2000. فالحين إذا حطينا أصغر من 2000 بالطريقة هذه راح يطلعون لي هني. راح نشوف 2 أو 3 موظفين المدن مالتهم غير عن سياتل، والسبب إن إحنا استخدمنا or. لما نستخدم or معناته أي شرط من الشرطين هذيلي يتحقق يطلع معنا بالناتج. فالثلاثة هذيلي طلعوا لأن رواتبهم أقل من 2000، أما الثانيين طلعوا رواتبهم أعلى من 2000 ولكن طلعوا لأن المدينة تساوي سياتل. فلما نشوف الor كأننا نجمع كل الناتج من الشرط هذا، الشرط الأول زائد كل الناتج من الشرط الثاني، يعني كأني قاعد أسوي 2 queries كل واحدة بروح وأجمعهم مع بعض كنتائج. الحين سؤال رقم 14 display first name last name of employees having their first name starting with M. أوكي، يبي الحين first name و last name حق الموظفين بشرط أن ال first name يبدي بحرف الام. اذا يبدي بحرف الام اول حرف ام، بعدين نحط له فرسنت عشان اقول له ان بعد حرف الام بعد الخانه الاولى من الاسم ما يهمني عدد وانواع واشكال الاحرف التي بعد حرف الام بالطريقه هذه. فنشوف هني كلهم ام بالفيرست نيم. سؤال 15 first name last name of employees having their first name ending with T. يعني يبي الفيرست نيم ينتهي بحرف T. بينتهي بحرف T راح نقول له percent وبعدين T، يعني الخانة الأخيرة من الاسم، ونعرف إن هي الخانة الأخيرة لأن هي لازقة في علامة التنصيص اللي تنهي النص، فنعرف إن هذه الخانة الأخيرة وقبلها ما يهمنا عدد الأحرف وأشكالهم، فهذه تنتهي بحرف T. فنلاحظ ان كل اللي يطلعوا بالفيرست نيم اخر حرف تي. سؤال 16 display first name last name of employees having their first name containing an، يعني تحتوي على الحرفين a وn. بما انها تحتوي يعني ما يهمني وين مكانها بالنص، فاحط قبلها percent واحط بعدها percent. بالطريقه هذه لو ما كان في اي احرف قبلها راح تطلع، لو كان يعني يبدي بحرف الـ AN، ولو كان ينتهي بحرف الـ AN أيضا راح تطلع، ولو كانت الـ AN بالنص بأي مكان أيضا راح تطلع. فنشوف الحين نسوي run هذا على شنو؟ على الـ first name. نسوي run نشوف نانسي AN بالنص، أندرو بالبداية، جانت بالنص، وهذه بالبداية. لو كان عندنا شيء بالنهاية أيضا كان طلع لنا إياه. طيب الآن 17 display first name last name of employees having their first name second letter، الحرف الثاني من الفيرست نيم. الحرف الثاني من الفيرست نيم اذا نحط اندرسكور عشان يخطر الحرف الاول، الحرف الثاني a، وبعدين نقول له percent ما يهمنا بعد الحرف الثاني عدد الاحرف واشكالها. فنشوف هني كل اللي يطلعون الحرف الثاني من الاسم a.
First name, last name, employees, so ثمنتاش. Having the first name letter before last. الحرف اللي قبل الأخير E. إذا راح نعكس الاتجاهات راح نقول له ما يهمنا بالبداية عدد الأحرف وأشكالها. حرف اللي قبل الأخير E. وهني نحط له underscore عشان نترك خانة واحدة فقط من نهاية النص. فالآن كل اللي نشوفهم بالفيرست نيم الحرف اللي قبل الأخير شنو؟ حرف الإي. هذا التمرين الثاني من النورث ويند، والحين نكمل على الباقي بعد شوي.